حصل على نقطة من هذه المباراة ونقطة أمام إنيمبا يضمن الصعود للدور القادم. لكن هذه كرة خطيرة مخطوفة، فرصة لنادي سان داونز والتسديدة خارج المرمى. خارج المرمى، هذه أخطر فرصة واستهانة في هذه اللحظات وفقدان الكرة في مكان خطير. وادي كاسترو الكولومبي بيضيع فرصة سهلة جدا للتقدم لفريق سان داونز. لابد من التماسك وعدم ارتكاب الأخطاء في